انتهى عهد الإمارة وبدأ عهد عبد الرحمن الناصر. تولى عبد الرحمن الناصر الحكم بطريقة غريبة. كان الحاكم كما ذكرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن الأوسط، وكان ولي العهد من بعده ابنه محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الأوسط. لكن المطرف ابن عبد الله طمع في الحكم فدبر عملية اغتيال لأخيه محمد، فقتل محمد على يد أخيه في عهد أبيهما. الأب ما زال حي والابن يقتل الابن الآخر. ثم فيما بعد اكتشف عبد الله ابن عبد الرحمن الأوسط الحاكم، اكتشف أن المطرف هو الذي قتل أخاه، فعندها أمر بقتل ابن الثاني، فبقى عبد الله بدون أبناء، ما عنده أبناء، فما في ولي للعهد. فلما حانت منيته نظر في أولاد أولاده، فوجد أن أفضلهم وأعقلهم وأحكمهم هو عبد الرحمن الناصر الملقب بالناصر، هو الذي كان مرشحا للخلافة، وفعلا تولى الخلافة، وكان هو ابن محمد ابن عبد الله محمد الذي قتل غيلة. فعبد الرحمن ابن محمد تولى الحكم بترشيح من جده، تولى الحكم وعمره 22 سنة فقط، وحكم 50 سنة إلى أن مات في عام 350 هجرية. بدأ العهد المجيد للأندلس بمجيء عبد الرحمن الناصر. وقبل أن أفصل في عهد الناصر، دعوني أرسم أمام أعينكم خريطة لأحوال العالم الإسلامي في ذلك الوقت. أما الأندلس فورثها الناصر ممزقة، ابن حفصون في ثورته في أقصى الجنوب، أشبيلية وعليها بني الحجاج، ماردة وعليها في الغرب الجليقي، طليطلة بني ذنون مسيطرين عليها في وسط الأندلس، سرقسطة وقد ثارت على حكم الأمويين بقيادة موسى بن موسى. فتمزقت الأندلس إلى عدة دويلات. وأما في الشمال فكان النصارى في دولهم الممزقة بين حكامهم المختلفين. وأما العالم الإسلامي في تلك الفترة فكان كذلك ممزقا. الخلافة العباسية موجودة نعم في العراق، لكن ليس لها إلا الاسم، وباقي بلاد المسلمين تتبع الخلافة اسميا لكنها في الحقيقة مستقلة. ففارس وأصبهان يحكمها بنو بويه، وكرمان يحكمها محمد بن إلياس، وأما الموصل وما حولها فبنو حمدان، ومصر والشام يحكمها الإخشيديون، والمغرب العربي وأفريقيا بيد الفاطميين، وخراسان بيد نصر بن أحمد الساماني، والأهواز ووسط العراق والبصرة فبيد البريديون، واليمامة والبحرين فكانت في تلك الفترة بيد القرامطة، وأما المشرق طبرستان وجرجان وغيرهما فبيد الديلم، والأندلس بيد الأمويين. فتمزق عجيب كان في العالم الإسلامي، والخلافة لا تحكم فعلا وإنما لها الاسم فقط. تولى عبد الرحمن الناصر الإمارة. ودعوني أتوقف عن الحديث عن سلاسل المعارك لأتحدث عن الجانب الحضاري من الأندلس، نقلة عن طبيعة حديثنا السابق لعلها وقفة استراحة ننظر فيها الجانب الإنساني والمعماري في ردهات القصر الفخم وأبهائه الفسيحة. هذا جزء من المجد الذي بناه الناصر في الأندلس، وكيف أنه بنى مدينة كاملة قرب قرطبة سميت مدينة الزهراء. ودعوني أستأنف الحديث عن هذا الجانب الحضاري من تاريخ الإسلام وقفة عن سلسلة الحديث عن الثورات والجهاد، لننتقل إلى حديث عن الحضارة والعمران. مما بناه الناصر كذلك بنى قصرا له، مقتديا بذلك بجده الأمير محمد وأبي جده عبد الرحمن الأوسط وجده الحكم، الذين شيدوا قصورهم الفخمة، وكان لكل قصر منها اسما، فالمجلس الزاهر والبهو الكامل والقصر المنيف. فالناصر بنى قصرا إلى جانب المجلس الزاهر، قصرا عظيما سماه دار الروضة، واختط مدينة الزهراء واتخذها دارا لإقامته وكرسيا لخلافته، وبنى فيها دورا فسيحة للحيوان، يعني حدائق حيوان، ومسارح للطيور مظللة بالشباك، يعني حدائق طيور،
ودارا لصناعة الآلات الحربية والحلي للزينة. ذكر المؤرخون أن حيطان قصر الزهراء كانت من الذهب والرخام السميك الصافي، وأن قرامده يعني سقفة والطابوق الذي يوضع على السقف كان من الذهب والفضة، ووضعت في وسط المجلس اليتيمة، وهي يعني جوهرة نفيسة عظيمة أهداها إياه إمبراطور القسطنطينية. في وسط هذا القصر أبدع الناصر يعني شيئا عجيبا، فكان في الوسط صهريج مثل قالب كبير مملوء بالزئبق، وفي كل من جوانب القصر 8 أبواب انعقدت فيها حنايا العاج والأبنوس المرصع بالذهب والجواهر، وقائمة على ساريات من الرخام الملون والبلور الصافي. يقولون كانت الشمس تدخل على تلك الأبواب فيضرب شعاعها في صدر المجلس وحيطانه. إذا دخل النور ماذا يحدث؟ يصير من ذلك نور شديد يأخذ بالأبصار، وكان النور يركز على الصهريج الذي فيه الزئبق. فكان إذا أراد الناصر أن يفزع أحدا من أهل المجلس يشير إلى أحد الغلمان فيحرك الزئبق، فإذا تحرك الزئبق وعليه النور منسطع تحرك الزئبق فصار له لمعان كلمعان البرق من النور يأخذ بمجامع القلوب، حتى يتخيل الجالسون في المجلس أن المحل قاعد يطير فيهم من شدة هذه الحركة التي تهز كل المجلس بنورها ما دام الزئبق يتحرك. فإذا أضفت إلى ذلك أن هذا المجلس الذين كانوا يجلسون فيه كان يدور ويستقبل الشمس، فانظر إلى المستوى الحضاري والعمراني الذي وصل إليه المسلمون آنذاك. ومن عجائب قصر الزهراء الحوض المنقوش بالذهب الذي جلب من القسطنطينية، والحوض الصغير الأخضر المنقوش بالتماثيل، قالوا لا قيمة له، يعني لا يقدر بقيمة من فرط غرابته وجماله. حمل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى البحر، ونصبه الناصر في بيت المنام في المجلس المستشرف الشرقي المعروف بالمؤنس، وجعل عليه 12 تمثالا من الذهب الأحمر مرصع بالدر النفيس الغالي، مما عمل هذا صنع في دار الصناعة بقرطبة، صورة أسد إلى جانبه صورة غزال إلى جانبه تمساح، فيما يقابله ثعبان وعقاب، في المجنبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك، كل هذا من ذهب مرصع بالجواهر النفيسة. وهذه التماثيل جعلها بحيث الماء يخرج من أفواهها، والذي كان يشرف على هذا البناء ابنه الحكم. وأطنب المؤرخون في وصف قصر الزهراء، فقال المقري إنه لم يبق مثله في الإسلام البتة، فيه السطح الممرد المشرف على الروضة المباهي بمجلس الذهب والقبة، عجائب مما تضمنه إتقان الصنعة وفخامة الهمة وحسن المستشرف والمنظر، براعة الملبس والحلة ما بين مرمر مسنون وذهب موضون وعمد كأنما أفرغت في القوالب، ونقوش كالرياض وبرك عظيمة محكمة الصنعة، وحياض وتماثيل عجيبة الأشخاص لا تهتدي الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها. هذا البناء العجيب كان فيه إسراف، أموال هائلة أهدرت على ترف، وكان الناس تمدح الناصر بذلك، لكن القاضي المنذر ما كان يرضى بذلك، وكان ينكر الإسراف في البناء. فمما فعله الناصر أنه جعل سقف القصر مغشى ذهبا وفضة، وأنفق فيه مالا جسيما، وجعل سقفه صفراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة، ذهب فاقع الصفار إلى فضة فاقعة البياض، تستلب الأبصار بأشعة نورها. فجلس يوما لأهل مملكته وقرابته وسألهم ما رأيكم يعني في هذا، فكل من مدح قال لهم هل رأيتم أو سمعتم ملكا كان قبلي فعل مثل هذا أو قدر عليه؟ فطبعا هؤلاء البطانة ماذا قالوا؟ لا والله يا أمير المؤمنين، وإنك لأوحد في شأنك كله، ما سبقك إلى هذا ملك رأيناه ولا انتهى إلينا خبره. فسر الناصر بهذا الكلام، إلى أن دخل القاضي المنذر بن سعيد رحمه الله، وكان
من أهل الورع والتقوى. فلما جلس في المجلس سأله الناصر نفس السؤال، ما رأيك بهذا القصر وفخامته وإلى آخره؟ فأقبلت دموع القاضي تنحدر على لحيته وقال: لا والله يا أمير المؤمنين، ما ظننت أن الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين، مع ما آتاك الله من فضله ونعمته وفضلك به على العالمين تنزل منازل الكافرين. فانفعل عبد الرحمن الناصر وقال: انظر ما تقول، كيف تقول أنزلني الله منازل الكافرين، كيف تجعلني مع الكافرين؟ فقال: نعم، أليس الله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. أنت جعلت سقفك من فضة، وهذا الوصف الذي ذكره القرآن عن الكافرين. فوجم الخليفة الناصر وأطرق مليا ودموعه تتساقط خشوعا لله تعالى، ثم أقبل على المنذر وقال: جازاك الله يا قاضي عنا وعن نفسك خيرا وعن الدين والمسلمين من أجل جزائه، وكثر في الناس أمثالك، فالذي قلته هو الحق. وقام عن مجلسه ذلك وهو يستغفر الله تعالى، وأمر بنقض السقف الفضي وجعله ترابا على صفة غيره. وفي يوم من الأيام لما استمر في البناء الفخم جدا، فالمنذر بن سعيد استاء من هذا، يعني صح تأثر الحاكم بالموعظة لكن تأثر وقتي، ورجع إلى ما هو عليه. ثم زاد الأمر لما انشغل في بناء الزهراء، انشغل الخليفة الناصر فغاب عن الجمعة، صلاة الجمعة 3 جمع متتالية. ففي الجمعة التي بعدها خطب المنذر بن سعيد يريد أن يعظه، فقال، ابتدأ خطبته بقوله تعالى: أتبنون بكل ريع آية، يعني تبنون بناء معجز، آية يعني شيء معجز في البناء، تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. ثم بدأ يذكر بأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى، وهي دار القرار ومكان الجزاء، ومضى يذكر الأحاديث في ذم تشييد البنيان والاستغراق في الدنيا والزخرفة والإسراف بكلام جزل وقول فصل، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم أخذ في التخويف من الموت والتحذير من فجأة الموت، ودعا إلى الزهد في هذه الدنيا والحض على اعتزالها والرفض لها والندب إلى الإعراض عنها والاقتصار على الآخرة وعدم الإغراق في طلب اللذات ونهي النفس عن اتباع الهوى، وأسهب في ذلك وجاء بالآيات والأحاديث حتى خشع الناس وبكوا ورقوا واعترفوا وضجوا ودعوا وأعلنوا التضرع إلى الله تعالى بالتوبة والابتهال في المغفرة. وكان من أشدهم بكاء في ذلك المجلس الخليفة عبد الرحمن الناصر. بمثل هذه الروح، بمثل هذا التعامل، استطاع الناصر أن يبني أعظم حضارة للمسلمين في الأندلس. ورث عبد الرحمن الحكم وكان الحكم ممزقا، فكان عهد المنذر ابن محمد وعبد الله ابن محمد كان عهدا سيئا مليئا بالمشاحنات. ولننظر ولنتأمل في خريطة الأندلس عندما تولاها عبد الرحمن الناصر. أما في الشمال فكانت الأندلس قد سقطت بيد النصارى، وهم 3 دول: في شمال الشرق الفرنسيون، في شمال الغرب جيليقيا وعاصمتها ليون، وفي الشمال بين هاتين المنطقتين مملكة نافار، وكلها من دول النصارى. أما التمزق في أرض المسلمين في الأندلس فكان أشد،
فأما أقصى الجنوب فهو في يد الثائر الذي استمرت ثورته إلى أن قضي عليها فيما بعد 47 سنة، عمر ابن حفصون من المولدين، والمولدون هم أبناء المسلمين من أمهات من القوط، من أمهات من بلاد أسبانيا. فهذا الجيل الذي نشأ أخذ يحاول أن يأخذ الحكم من المسلمين الذين أصولهم عربية، وطمعوا في ذلك فعينوا عليهم عمر بن حفصون، فاستطاع أن يسيطر على منطقة الجنوب الشرقي. أما عاصمة الجنوب أشبيلية، وهي من أعظم مدن الأندلس، تنافس قرطبة عاصمة الأمويين، فقد استقل بها ابن حجاج. وأما ماردة عاصمة الغرب فتولاها عبد الرحمن الجليقي الذي كان متحالفا مع النصارى في الشمال. وأما طليطلة عاصمة الوسط فقد سيطر عليها بنو ذنون، حكام طليطلة أعلنوا الاستقلال عن الأمويين. وأما سرقسطة عاصمة شمال الشرق فقد استقل بها ابن قسي، ولم يبقى للأمويين إلا قرطبة وقليل من المدن الأخرى الصغيرة. فتمزقت الأندلس أيما تمزق. هكذا ورث عبد الرحمن الناصر حكم الأندلس، بلد ممزق، سيطر النصارى على الثلث الشمالي منه وباقي البلد في حالة يرثى لها. عندها نهض هذا الشاب وبدأ بمحاولة توحيد الأندلس وتطهيرها من رجس القوط في الشمال. في عام 300 هجرية، في نفس العام الذي تولى فيه الحكم، قام عمر بن حفصون حاكم الجنوب وهجم على مدينة ريه وكانت تابعة للأمويين وحاصرها. ففورا تحرك عبد الرحمن الناصر بنفسه بجيش عظيم وتحرك نحو ريه، واستطاع ان ينقذها من حصار ابن حفصون. ثم لم يكتفي بهذا، بل تابع ابن حفصون حتى انه استطاع ان ينتزع منه عدة حصون في مدة 3 شهور. فابن حفصون يعني هزته هذه الهزيمة، كيف يهزم هذه الهزائم المتتالية على يد شاب صغير لم يتولى الحكم الا منذ شهور قليلة. فعندها هجم مرة اخرى على قرية اخرى اسمها طرش، فتلقاه الناصر مرة اخرى، وحدثت معركة عظيمة بين الامويين بقيادة عبد الرحمن الناصر وبين المولدين بقيادة ابن حفصون، وهزم ابن حفصون وقتل من انصاره اعداد كبيرة ومن حلفائه النصارى اعداد كبيرة، وتقدم الناصر مزيدا في اراضي ابن حفصون. هنا بدأ الناس يلتفتون. عادة عندما يتولى أي حاكم جديد يأخذ وقتا إلى أن يستعد ويرتب أموره وينهض بجيشه. هذا الشاب من أيامه الأولى انتصارات متتالية، ما هذا؟ فعندها استعان ابن حفصون بالفاطميين في المغرب. المغرب العربي، مغرب والجزائر وليبيا وتونس، في تلك الفترة سقطت في يد جماعة من المنحرفين من الطائفة الإسماعيلية يسمون الفاطميون. فهؤلاء بعدما سيطروا أخذوا يطمعون أن يتوسعوا، فبدأوا يتوسعوا في المشرق باتجاه مصر، والآن يفكرون أن يتوجهوا نحو الشمال باتجاه الأندلس، ووجدوا ضالتهم في عمر بن حفصون. فبدأت المراسلات ما بين الفاطميين وبين عمر بن حفصون، لكن عبد الرحمن الناصر هذا الشاب الذي كما قلت ربي ليحكم، هذا الشاب كان واعيا متنبها، ففورا تحرك نحو شذونة وقرمونة في مناطق ابن حفصون ففتحهما، واستطاع ان يقبض على السفن القادمة من المغرب لمساعدة ابن حفصون، وقضى على هذه المساعدة من الفاطميين. في هذه الاثناء في عام 301 هجرية في أشبيلية مات عبد الرحمن بن حجاج الذي استقل بأشبيلية، فتولى ابنه محمد ابن عبد الرحمن بن حجاج تولى السلطة في أشبيلية. فثار عليه رجل اسمه أحمد بن مسلمة
أيضا من بني الحجاج من نفس العائلة، لكن حدثت صراعات بين العائلة الواحدة، وأخذ ينافس محمد. ثم إن أحمد بن مسلمة طلب المساعدة من عبد الرحمن الناصر، فأرسل عبد الرحمن الناصر قوة لمساندة أحمد بن مسلمة، واستطاع فعلا أن ينهي دولة ابن حجاج ويقضي على استقلالها ويرجعها إلى سلطة الأمويين. وبدأ نجم الناصر يظهر. عندما ظهر هذا الأمر، كيف استطاع هذا الشاب الذي حكم سنة 300 هجرية أنه يخضع معظم أراضي ابن حفصون في أقل من سنة، وأيضا يرجع أشبيليا في أقل من سنة؟ وأشبيليا كما ذكرت عاصمة الجنوب وتنافس قرطبة. فبدأ نجم الناصر يظهر، ووصلت الأخبار إلى كل مكان، حتى وصلت إلى سرقسطة التي يحكمها ابن قسي، فأرسل إلى الناصر يخبره أنه يعترف به حاكما ويطيعه في أمره. فرجعت سرقسطة إلى حكم الأمويين، وأخذ الناصر يستعد أكثر وأكثر ليرتب أمره للسيطرة على جميع الأندلس.